طب نسمع دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري. دكتور صباح الخير، كيف استمعت للرئيس؟ يعني هل استجاب لكل التوقعات اللي انت كنت متخيلها يا دكتور؟ صباح الخير يا استاذ لويس، وصباح الخير على ضيوفك الكرام، وصباح الخير على مصر كلها. ويا رب النهارده هذه الفعاليه المهمه جدا والدستوريه تكون فتحه خير على مصر كلها. النهارده انا بعتقد انه خطاب مهم جدا، اهم ما جاء فيه هو اعلان وتدشين انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان، وبذلك تكون سلطات الدولة المصرية قد اكتملت. يمكن في الفترة اللي فاتت دي كلها واجهت الدولة المصرية تحديات جسيمة جدا، وكانت الدولة بتواجهها بأحادية السلطة نظرا لعدم اكتمال السلطات أو بناء السلطات في الدولة المصرية. النهاردة في الحقيقة وجود البرلمان مجلس النواب بهذه التشكيلة اللي أنا في الحقيقة متفائل بها جدا، إنها تشكيلة لم تحدث في مصر قبل ذلك. النهاردة فيه عامل دستوري مهم جدا، لأول مرة في مصر بعد ثورة يوليو 52 لا نجد للحكومة حزب أو للرئيس حزب يجرف به الحياة السياسية والديمقراطية في البرلمان. النهاردة بنجد أنه أنا في تصوري أن الحياة البرلمانية في مصر مع هذا البرلمان سوف تتطور نحو حياة برلمانية صحيحة تقوم على حزبين أو ثلاثة، سوف يتشكل هذه الأحزاب من رحم البرلمان. خطاب الرئيس في الحقيقة أنا في اعتقادي أنه ما يميز خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين، أولا أنها خطابات في كثير من جوانبها بتكون من القلب، بتبقى مهمومة بمشكلات المجتمع والدولة المصرية، وأهمها المشكلة العويصة اللي قابلتها الدولة المصرية وهو انفراط عقد السلطات فيها والهجمة الشرسة التي نالت مؤسستها حتى تفككت في بعض الأحيان. النهاردة من أعظم إنجازات، أنا في ظني من أعظم إنجازات الدولة المصرية والرئيس المصري النهاردة اللي بيستودعها هذا البرلمان، هو تربية الدولة المصرية وإقامتها على سلطاتها الثلاث اللي هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، ليس كما كانت قبل 25 يناير، وإنما في مرحلة جديدة سوف يشهد في الحقيقة تفاعل ديمقراطي. يمكن الملاحظة اللي انت قلتيها النهاردة ان تكرار كلمة الديمقراطية وبكثافة لأول مرة في خطاب الرئيس، هذه في الحقيقة علامة جيدة لأنها في موضعها الأساسي. صحيح. لأن البرلمان هو الديمقراطية، ده نموذج الديمقراطية. ده بالضبط. الأمر الآخر في الحقيقة أنه وضع أمام البرلمان كمية من التحديات الجادة والمهمة التي يجب أن يساعد فيها البرلمان الحكومة والسلطة التنفيذية. ممكن نختلف، ممكن نتفق، ولكن في الحقيقة الاختلاف والاتفاق يجب أن يحمي ثوابت هذه الأمة، يجب أن يعظم مكاسبها التي حدثت على أكتاف القوات المسلحة وعلى أكتاف المؤسسات المصرية زي القضاء، زي المؤسسات اللي تحدد إطار التفكيك الذي أراد أن يفرضه على الدولة المصرية بعض القوى. النهاردة في الحقيقة أنا بعتقد أنها لحظة تاريخية كبيرة جدا، وأعتقد أنه سوف يكون هناك انفراجة كبيرة جدا. شوفي أستاذة لميس، لابد أن نؤكد على مسألة مهمة جدا، نحن كأساتذة قانون دستوري نعيها جيدا، وهي أن الدولة المصرية منذ 30 يونيو وهي تواجه حالة إرهاب مفروض عليها، مفروض فيها المواجهة، لا مناص من أن تواجه هذه الحالة من المواجهة
وضعت السلطات المصرية بل والشعب المصري في حالة عصبية المزاج. صحيح. والممارسة في عصبية طبعا. النهاردة بتدشين البرلمان ونقل السلطة التشريعية، النهاردة في الحقيقة بتتعدد مراكز التفكير والتنظيم والتطوير والأداء بالدولة المصرية، لم تعد في الحقيقة أحادية. ولذلك النهاردة يجب أن يستبشر المصريون خيرا بهذه اللحظة التاريخية، ونثق في أنفسنا ونثق في مؤسساتنا إلى غد أفضل إن شاء الله كما جاء وتمنى السيد الرئيس. بشكرك دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري.